السلام عليكم، حياكم الله. اليوم ورشتنا راح تكون تصوير المنتجات تحت الماء. نحتاج في هذه الورشة حوض ماء زجاجي وألوان من نوع الأكريليك، سواء الألوان تستخدم للرسم أو الصبغ تستخدم للحوائط. ومادة الأكريليك مادة ثقيلة شوي، كثافتها عالية، فتحتاج أن نضيف لها شوية ماء عشان نخففها تعطينا شكل الدخان تحت الماء. قبل أن نبلش تصوير، تأكد من نظافة الحوض، نظافة الماء الموجود بالحوض، وضع المنتج بالوضعية اللي تبيها، تجهيز الألوان وكثافتها، تجهيز إعدادات الكاميرا، ضبط الفوكس وتحويله مانيوال، تجهيز سيت اب الإضاءة بالوضع اللي أنت تبيه عشان تقدر تبلش. خلال التصوير ضخ الألوان يكون من خلف المنتج أو من الجانبين، بس تكون بطريقة من الخلف إلى الأمام. ما نضخ الألوان أمام المنتج لأن راح يخطينا المنتج بالكامل، ما راح نقدر نصوره. لذلك يكون طريقة ضخ الألوان من الخلف إلى الأمام. أتمنى تكون الورشة عجبتكم واستفدتوا منها، ولا تبخلون علينا برأيكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم بالكومنت. ومع السلامة.